حلقتنا ونروح نشوف أهم العناوين النهاردة. الأهلي يستعد للنجوم دون راحة. عبد الحفيظ: هدفنا الفوز في جميع المباريات المقبلة. فتحي ومعلول وأزارو ينتظمون في تدريبات الأهلي. الأهلي يستعيد مؤمن زكريا أمام النجوم. عودة المصابين تعيد الثقة للأهلوية. اتحاد الكرة يجتمع الاثنين لمناقشة ترتيبات استضافة أمم إفريقيا 2019. الرابعة لمصر ويهدد عرش نيجيريا وغانا.